لهفة نفسي لنسى كالموع ولا واليتامى إذ غدت بين الطغاة باكية تنشاكية تنصارخات ولا حولك تسعى وتطوف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب كربلاء، يا عبرت المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا حسين كربلاء. سادتي لعن الله الظالمين، لكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي، بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأهملت دمع العين على وجناتي. مدارس آيات مدارس آيات خلت من تلاوتي، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله، لآل رسول الله بالخيف من منى، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي
الحسين وجعفر ديار علي ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ديار عفا جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات منايا المنازل كانت للرشاد وللتقى وللصام والتطهير والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها يا صلواتي قبور بجنب النايا كربلاء معرسهم فيها بشايا طيف راياتي ويلي ويلي يتوفوا عطاشا بالفراغ توفوا عطايا يا شاب الفرايات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي يا أفاطم لو خلت الحسين فاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشايا الطفرات محل الزغراء ويلي ويلي إذا للطمت الخير فيا طم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات ويلي 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 أنا الوالد المذبوح ابنه وحسينا وذبيحة أنا الوالد المذبوح ابنها وطول الدغر ما قال أي ما قال حزين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هدية منا إلى سيدتنا مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، لأبنائها المعصومين سيما ولي أمرنا وصاحب نعمتنا مولانا الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن معه إن شاء الله عطر شفاهكم ونور قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لازلنا أيها الأحباء في التأمل في بعض أدعية الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الصحيفة السجادية التي يتكون فيها قرابة 270 دعاء في شتى أنواع المجالات. يطرح الإمام صلوات الله وسلامه عليه نظريات كثيرة في طيات هذه المفردات من الأدعية اللي ذكرنا في الليالي المسبقة، هي بحد ذاتها مدرسة عملاقة، ويجب الالتفات نحو هذه الأدعية التي جاءت عن طريق الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة نأخذ بعض مفردات أدعية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مجال طلبه للخير. أكو دعاء أصلاً في الصحيفة السجادية أو أكثر من دعاء، لكن دعاء اسمه في طلب الخير ودعاء في طلب حسن خاتمة الخير. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذكر هنالك كثير من المطالب المهمة. من جملة تلك المقاطع التي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصفها في وصف المتقي في دعاء رقم 20 في الصحيفة السجادية، يقول: اللهم وألبسني بزينة المتقين. ثم يقول: في بسط العدل وكظم الغيظ وإفشاء العارفة وستر العائبة. ومن جملة ما يقول اللي هو مورد بحثنا، يقول: إلهي اجعلني أتصف بهذه الصفة، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. في نفس الوقت الإمام سلام الله عليه يقول: واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. شوفوا درس عجيب. الإنسان أمام كثير من هفوات الشيطان، يمشي الإنسان وحبائل الشيطان تجره وتسوق به يمينا ويسارا. من أهم هذه الحبائل التي يدخل من خلالها الإنسان إلى نفسه، إلى نفس الإنسان، هو أخذه بالعجب. العجب يفسد جميع أعمال الإنسان. إذا أخذ الإنسان العجب فمعنى ذلك أن دينه وإيمانه تعرض إلى الهباء. كم وكم من الناس أخذهم العجب بعد سنوات من الحياة العبادية. واحد من عباد بني إسرائيل تراه صلى ربه وقام لله تعالى في الليل وصام دهره، آخر أيام من حياته نزل عليه ملك مقرب من قبل الله، قال: إن الله تعالى يقول: أتحب أن نعاملك بفضلنا أم نعاملك بعدلنا؟ شلون تحب؟ الله يقول: أنت اختار، تحب أنه أعاملك بعدلي أم أعاملك بفضلي؟ وإذا بهذا العابد قال: لا، قل لله تعالى أن يعاملني بعدله. لماذا؟ لأن أنا كل عمري قضيته بالصلاة والصيام والعبادة والتضرع، أصلا أنا يوم واحد ما غفلت عن ذكر الله عز وجل. هذا حال البعض من عندنا، يقول: أنا كل عمري قضيت الحمد لله صلواتي في وقتها، أعمالي، واجباتي، فرائضي. من هنا يدخل إخواني، من هنا يدخل الشيطان. تشوف لحظة واحدة، ثغرة واحدة،
تصير في إيمان الإنسان ثم يقضي على كل عقيدة المرء وكل إيمانه وكل حسناته. هذا المسكين يقول لهذا الملك قل لله أن يعاملني بعدله. ليش؟ لأن أنا ما عصيت الله. ليش؟ لأن كل ما الله قال لي أنا سويته، الله قال لي صلي أنا صليت، الله قال لي صوم أنا صمت، الله قال لي مثلا فلان عمل أنت اعمل بي. لا، حتى المندوبات حتى المستحبات أنا كلها عملتها. إذن شنو فرقي أنا وذلك الذي ما صلى؟ خلي لا، الله يعاملني بعدله، لأنه أنا من عدل الله عز وجل مكانتي أفضل من مكانة ذلك العاصي. هاي الثقافة ترى موجودة عند بعض من الناس، أنه أنا أفضل من الآخرين من حيث أعمالي، أنا أفضل من الآخرين من حيث حسناتي. هو هاي الكلمة الإنسان يجيبها على لسانه أو تخطر على بال الإنسان وفكر الإنسان بدأ فرد مدخل جدا دسم وكبير لإبليس على قضاء دين الإنسان. هذا الملك صعد إلى الله عز وجل ثم نزل. يوم اللي نزل قال له الله، جاء فرد رسالة من الله عز وجل لهذا العابد اللي كل عمره مقضي بالعبادة، فقال له إن الله تعالى يقول أنا أعاملك بعدلي، لكن قل لي من الذي أعطاك القدرة على الصلاة والصيام والقيام؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الآن أنت قعدت تمتن على الله سبحانه وتعالى بعملك وقد أخذك العجب من حيث أعمالك، ومنو قال هاي الأعمال كلها مقبولة؟ الآن خلي أنا دهر أرتقي المنبر، منو يضمن لي؟ أكو واحد يضمن لي غير المعصوم أنه أنا هاي أعمالي مقبولة؟ أبدا، ما حد يقدر يضمنه. ولذلك تجد أمثال هذا عابد بني إسرائيل ترى كثر يجد نفسه إذا عمل عملا، التفتوا إخواني، عمل خيرا يقول خلاص انتهى، من مثلي؟ من مثلي؟ منو مثلي بهذا الصوت، بهذا علي حال العلم، بهذا الوقع في قلوب الناس، بهذه الحالة الاجتماعية مثلا اللي عندي، بهذا المال اللي أنا عندي، منو مثلي؟ صلاتي الله أكبر، شلون صلاة أنا أصليها؟ صيامي بأجمل وأروع شكل. العجب يفسد العمل بل يفسد دين الإنسان. يجي الإمام السجاد عليه السلام أولا يعطينا درس. إخواني التفتوا، الدرس الأول في دعائه في هذه المقطوعة من دعائه على أنه اعمل ما تريد، العمل مشروط بالصحة والقبول. لعل أنا أصلي صلاتي صحيحة، لكن هل ترى يا ترى هي مقبولة؟ إبراهيم الخليل، إبراهيم احنا نقول عليه السلام، إبراهيم أكثر نبي، أكثر نبي من الأنبياء غير أئمتنا ورسول الله صلى الله عليه وآله اللي له من العلوم هو إبراهيم، أكثر نبي اللي الله تعالى امتن عليه بالعلوم هو إبراهيم. إبراهيم خليل الله، يوم اللي رفع قواعد البيت ووضع البيت إجي طلب من الله 5 أشياء. أول دعاء كان اللهم وتقبل منا، إلهي قبول هذا العمل، إلهي قابله من عندي من ابني إسماعيل، إلهي تقبل. بعدين قال وأرنا مناسكنا وتب علينا، إلى أن قال دعا لنا في الدعاء الخامس له أنه وابعث فيهم نبيا من أنفسهم يتلو علي من آياتك إلى آخره. أول عمل أول دعاء قال إلهي تقبل من عندي، لأنه إبراهيم يقول إلهي إذا ما تقبلت مني هذا العمل. إجا فرد واحد شاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يأمر بعض غلمانه، هذه دروس إخواني عظيمة والله، قال له خذ هذه 5 أوسق من التمر، خذها إلى دار فلان من الناس. الوسق تقريبا 60 كيلو، 5 أوسق يعني كم كيلو يصير؟ تقريبا 300 كيلو، صحيح؟ 300 كيلو 5 أوسق. قال لي
أحد غلمانه قال له أخذ إلى مثلا فلان واحد إلى داره. إجا فرد واحد عارض أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين شيء بسيط هم يكفي، تعطي 5 أوسق ليش؟ قسمه، خلي الخير يوصل إلى أكثر من شخص. الإمام سلام الله عليه قال للسائل والمحروم، أكو واحد سائل فقير وأكو فرد واحد محروم. أولا بيّن ليش قاعد يساعد هذا بهالكمية، قال هذا محروم، هذا مو سائل، يعني عنده إباء ما يطلب من أحد. ثم الإمام سلام الله عليه قال لو أنا أعلم، الإمام خب يعلم قطعا، إنما يتكلم بالحكم الظاهري، أهل البيت دائما كان يرشدونا حتى يعلموننا، قال لو كنت أعلم أن أعمالي واحدة منها مقبولة، هالمساعدات والخيرات اللي أنا عندي واحدة منها مقبولة لكفيت. إحنا ندري أعمالنا هذا أمير المؤمنين طبعا قاعد يقول، أمير المؤمنين اللي عالم بالوجود، إحنا ندري أعمالنا مقبولة. أنا أدري حضوري في مأتم، نعم أرجو، المؤمن ترى بين الخوف والرجاء، إذا فقط المؤمن عند رجاء أنه لطف الله رحمة الله فضل الله بركة الله رأفة الله تعالى، إلهي أنا ما أصلي بس أنا عندي يقين أنت رحيم وأنت لطيف وأنت رؤوف بالعباد، خلاص إلهي ما أصلي، أنا عند رجاء. هذا الإنسان ما يوصل إلى درجات عالية من الإيمان، بل يوشك أن يهدر إيمانه ويخرج من الدنيا من دون إيمان. لماذا؟ لأنني كما عندي اليقين بلطف الله المتمثل في لطف أهل البيت، رحمة الإمام الحسين الواسعة، الإمام الحسين عليه السلام هو مالك الدنيا وقبل الدنيا وبعد الدنيا، وإن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة هو الحسين بن علي، لكن إحنا في مجال عبادتنا لابد أن نكون إحنا بين الخوف والرجاء، رجاء عندي أمل كبير بلطف أهل البيت، نفس الوقت لازم عندي خوف حتى أعمل. لذلك يجي الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام في هذا المقطع في الدعاء، دعاء رقم 20 في الصحيفة السجادية في صفات المتقين، يقول المتقي من صفاته استقلال الخير وإن كثر. شوفوا ينطي فرد قاعدة كلش جميلة، أولا على أن لا يأخذ الإنسان العجب وإن كثر من قوله وفعله، ثم الإمام سلام الله عليه يشجعه أن الدنيا محطة مزرعة، ازرع في الدنيا، ازرع الخيرات في الدنيا، لا تكتفي مجرد بعمل واحد، لا تكتفي مجرد واحد يقول أنا بنيت لفرد مسجد، ليش فرد مسجد واحد؟ يقول أنا بنيت حسينية واحدة، خلي يبني، خلي في باله 100,000 حسينية، إذا ما قدر 100,000 أولا الله كتب له أجر ذلك العمل، ثانيا يتشجع. يجي الإمام عليه السلام يقول إذا أردت أن تتشجع على إتيان تلك الأعمال الخيرية استقلل ذلك العمل، هالأيام صليت وصمت، احتقر هذا العمل، قول أنا ما سويت فرد شيء، أولاً لئلا يأخذك العجب، ثانياً حتى تتشجع على أن تأتي بالمزيد من تلك الأعمال. شوفوا كلمة الإمام والله عجيبة، يقول واستقلال الخير، استقلال يعني أستحقر ذلك مو عمل الآخرين، ترى أنا علي أن أرى عملك كبير، وأنت عليك أن ترى عملي إن كان خيراً كبيراً في عينك، لكنه عملي أنا علي أن أستحقره. اتكفلت لي بيتيم يتيمين، سويت صنعت لي صاروخ مثلاً، يعني سويت فرد عمل كلش كبير. الإمام يقول لا، مو معلوم هذا العمل هو مقبول عند الله عز وجل، فأكثر استقلل هذا العمل حتى تكثر من إتيان أمثال هذه الأعمال الخيرة. قال واستقلال الخير وإن كثر، عبارة مهمة ترى، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، حتى لو كثر، صلاة 51
الله أنا صرت من جملة الأفراد اللي من صفات المؤمنين، يمتلكون صفة من صفات المؤمنين أنه أنا أصلي في اليوم 51 ركعة. والله هذا مدخل لإبليس ترى اللي يفكر هكذا، هذا خوش وجبة دسمة مرتبة مقدمها لإبليس، خلي يقول لا ما سويت فرد شيء، رفهت عن أهلك وعيالك خلاص هذا هو، لا نقول أنا ما سويت فرد شيء، رحت إلى 10 مرات مشهد الإمام الرضا إلى كربلاء المقدس أقول أنا ما سويت فرد شيء أصلا، لا حقا واحد هكذا حديث النفس يقول أنا ترى ما سويت فرد شيء، استقلال هو بعينه. أما تكليفي أنا إذا أرى عملك أنا علي أن أشجعك، أقول لك بارك الله بك ما شاء الله، ما أجمل العمل حتى أنا هم أعتبر، لكن أنت كونك عملت هذا العمل استحقره في عينك. ثم في المقابل السوء الشر، شايفين بعض من الناس إذا ارتكب خطيئة، ابنه مثلا ارتكب فرد خطيئة، ابنه ما قام لصلاة الصبح، أنا سامع ترى وشايف بعض الآباء هكذا، ليش ما قعدت لصلاة الصبح؟ يلا إن شاء الله سيكبر بعدين يقضيها. أو هو الإنسان تشوف أنه إذا ارتكب خطيئة يقول يلا عندنا صغائر وكبائر، شنو صغائر وكبائر؟ إحنا أولا ما عندنا صغائر ترى، أصلا ما عندنا شيء باسم الصغائر الذنوب الصغيرة في رواياتنا ولا الآيات القرآنية، أنتوا سامعين عندنا صغائر؟ إحنا عندنا كبائر، يعني واحد يرتكب غير الكبائر يعني مو كبير عند الله عز وجل؟ الإصرار على غير الكبائر، ما أقول الصغائر، غير الكبائر تكتب للإنسان كبائر، والكبائر روح اقرأ ليش سميت بالكبائر، مو يعني أكو فرق بين هذا الذنب وذاك الذنب، نفس الذنب، ذنب ذنب، المعصية معصية، لكن الكبائر حكمها غير، كون أنها تدخل فيها أمور اجتماعية، تدخل فيها دين الإنسان، عقيدة الإنسان، حتى يذهب دين الإنسان. قالوا أن الإصرار على غير الكبائر تحسب من جملة الكبائر، يجي هذا المسكين يعمل بعض الأعمال يقول خب الإمام الصادق يقول الكبائر 21 ذنب، أو الإمام الباقر عليه السلام يقول 19 ذنب، أو بعض الروايات 25 ذنب، إذن 25 ذنب هذني من الكبائر، غير هنا أنا أذنب عادي ماكو إشكال. شوفوا الإمام السجاد عليه السلام يقول مثل ما أنت عليك أن تستحقر أعمالك الخيرية، أنت عملي أنا علي أن أستحقر، لا أرى عملي عملا، ما سويت شيء أصلا، منو قال الله قبل مني؟ منو أصلا قال الله تقبل من عندي هذا العمل؟ يقول نفس الوقت إذا من صفات المتقي ترى إذا عمل عملا سيئا فيه سخط الله عز وجل، فرد معصية، لا ترى مو معصية، المعصية ترى بابها واسع، أكو يدخل بيها مثلا الذنب، وبعض الأحيان المعصية ترى حتى المكروه، المعصية ترى في بعض الأحيان حتى المكروه، لأن المكروهات مقدمات للحرام. المؤمن المتقي إذا عمل شرا استكثر الشر في عينه. شوفوا قول الإمام السجاد يقول إلهي واستكثار الشر، استكثار يعني أكثر ذلك الشر في عيني وفي ذهني، إيش سويت اليوم أنت؟ اليوم صلاتك راحت السوت، اليوم أنت ما احترمت مؤمنا السوت، وأني بنفسي ألوم نفسي، أستكثر ذلك العمل في عيني أستكثره، واستكثار الشر. الإمام يقول وإن قل، هناك قال واستقلال الخير وإن كثر، هنا يقول واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، حتى لو شيء بسيط بسيط، ماكو فرد شيء بسيط طبعا، الإمام كأنه يريد يشير حتى المكروهات، يعني حتى لو العمل كان مكروه ما فيه ذنب، حتى لو قل من قولي وفعلي
أنا علي أن أستكثره. لماذا؟ هذا ترويض للنفس، رياضة نفسية، لئلا أتعلم، ما أخلي نفسي أمام حبائل الشيطان تسوق بيها يمين ويسار وين ما أراد. لا، بس هذا بحثنا في الليلة القادمة إن شاء الله، لكن بحث الخير هذه الليلة أريد شوية أخذ فرد بحث قرآني ولو باختصار حتى علي حال نخرج بنتيجة جميلة. حتى الإنسان يروض نفسه، فرد درس تربوي عظيم، وأيضا هو درس نفسي إخواني، هو وحي للنفس وحديث مع النفس. الإمام يعلمنا، يقول عليك أن تعمل الخير ليل نهارك لعل الله تعالى، طبعا الله لطيف الله رحيم، قلت رجاؤنا كبير بالله عز وجل، لكن ما ندري ما نضمن أن ذلك العمل مقبول. إذن أنت عليك أن تستقلل أعمالك، لماذا؟ حتى تستكثر منها في الخيرات. يجي القرآن الكريم يقول الناس في طلب الخير على 5 أقسام، أنا مختصر أذكر، أريد أخذ شوية من حياة الإمام السجاد، إحنا في عشية شهادته البارحة ما قدرنا نكمل البحث. يجي القرآن الكريم يقول الناس في الدنيا في مجال الخير على 5 أقسام، إن شاء الله كلكم من القسم الخامس. إذا ما قدر واحد يصير من القسم الخامس إن شاء الله من القسم الرابع، إذا ما قدر على أقل التقادير أضعف الإيمان إن شاء الله يكون من القسم الثالث، إن شاء الله ما يكون واحد من المؤمنين من القسم الأول أو الثاني. القرآن الكريم يقول الناس في طلب الخير في مجال الخير، هذا اللي الإمام سلام الله عليه يقول استقلله إذا أتيت به، يقول على 5 أقسام. القسم الأول يجي القرآن الكريم يقول أكو مجموعة من الناس أصلاً من أساسه ما يحب الخير. وتدرون شنو معنى الخير؟ معنى الخير لغوياً، معنى الخير يعني كل عمل حسن، كل عمل حسن يسمى الخير. القرآن الكريم يقول أشحة على الخير، أشحة يعني إذا سمع الأذان أصلاً يشمئز. في زمن الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام السجاد عاصر 6 من حكام الأمويين والمروانيين، واحد منهم كان اسمه عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان هذا كان يلقب بحمامة الحرم. حمامة الحرم يعني شنو؟ ترى نستجير بالله من سوء العاقبة، والله لا يغر الإنسان صلاته وصيامه وعبادته وحتى حضوره في مجالس أهل البيت، كم وكم نستجير بالله، نستجير بالله، علمه وورعه وتقواه ولسانه وخطابته وكذا، إيش كثر من الناس ساءت عاقبتهم والعياذ بالله. الله يجيرنا وإياكم بحق الإمام الحسين إن شاء الله. بركة هاي المجالس اللي بركتها وخيراتها تعم حقيقة هذه المجالس، ترى خيرات فيها. الإمام الحسين يأخذ بيدينا إن شاء الله ويحسن عواقب أمورنا ويختمها خيرا إن شاء الله. عبد الملك ابن مروان حمامة الحرم، حمامة الحرم يعني شو وقت ما تدخل إلى حرم النبي تشوفه قاعد يصلي يصوم، يصوم بالمسجد ويفطر بالمسجد، وكل لحظة واحد يروح يشوفه يشوف القرآن بين يديه وقاعد يقرأ القرآن بخشوع. اجى واحد قال له أخوك مات، أخوه كان علي حال الحاكم، قال له أنت اليوم صرت الخليفة، صرت الحاكم علينا، قال له عد كلامك، وهو قاعد يقرأ القرآن. نظر إليه قال عد كلامك، قال أنت أصبحت خليفة على المسلمين. أنا؟ قال له إيه. صفق القرآن وضعه على جانب، قال هذا فراق بيني وبينك. هنا شاهد كلامي، إجوا قالوا له أنت يوم من الأيام كنت تصلي تصوم، الآن بعد أصلاً ما نشوفك تصلي وأنت دائم الخمر،
أصلا بعد لا صلاة لا دين لا ديانة كل شيء. قال إن قتلي لألف شخص كان أهون علي من صلاة ركعتين. أشحة على الخير، أصلا ما يحب. ابن أبي العوجاء هذا في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا كبير الملحدين، كان يجي عند الإمام الصادق عليه السلام، يروح عند هشام ابن الحكم رضوان الله عليه، واحد من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، يروح يقعد يم أبو جعفر مؤمن الطاق، يجيبوا له أدلة على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد، أدلة عقلية يقبل يعني خلاص ما يقدر بعد يجيب. لكنه ابن أبي العوجاء قال أنا لا أريد، أنا ما أحب، ومات على شركه وإلحاده. أبو جهل في روايات أهل البيت عليهم السلام يلقب بفرعون. النبي صلى الله عليه وآله يقول وإن فرعون زماني أشد من فرعون زمن موسى. أبو جهل، القصد أبو جهل. ليش أبو جهل؟ أنتوا شوفوا، لعله أقول حقيقة، ولعله هو الصحيح كلامي، لعله أكثر واحد اللي شاهد معاجز من رسول الله، معاجز ملموسة، هو أبو جهل. كل يوم يجي عند النبي وجايب له مجموعة وياه، يا رسول الله، أو يأتي باسم النبي أنه كان عيسى بن مريم يبرئ الأكمة والأبرص. النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح بيده على الأكمة، يمسح بيده على رأس الأبرص، يمسح على الميت، الميت يحيي الموتى، ويوقف أمام النبي يقول له هذا شرك، هذا سحر عظيم. يوم من الأيام إجى إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له الآن تقول لي شنو جرى بيني وبين زوجتي من حديث قبل شوية، أنا الآن أصير مسلم. النبي قال له أنت قبل ما تطلع من البيت قلت لزوجتك أنه أكو هذا مال إحنا عندنا؟ النبي حتى الرقم الدرهم والدنانير قال كذا من الدنانير وكذا من الدراهم، أنت قلت لها أنه خبئي هذا المال في مكان كذا وما حد يدري إلا أنت وزوجتك. وكان صحيحا. قال هذا شرك، هذا كفر، عفوا هذا سحر، هذا سحر، هذا شنو قاعد يقول أبو جهل؟ النبي يقول وإن فرعون زماني أشد من فرعون زمن موسى، لأن فرعون زمن موسى آخر ساعة من حياته بعد راد يتوب، لكنه أبو جهل آخر ساعة من حياته طرحوه على الأرض ووضعوا السيف على رقبته، كان ينحر يذبح، وآخر الكلمات اللي كانت تخرج من أفواهه النجسة العفنة سباب رسول الله. وهذا ما يحب الحق، ما يريد الخير. القرآن الكريم يقول أول صنف أشحة على الخير. القسم الثاني، القرآن الكريم يقول مو فقط ما يحب الخير، مناع للخير معتد أثيم. مو فقط ما يحب، إذا شاف لفرد واحد يريد يروح صوب الخير، هو عطشان وباقي عطشان، شاف فرد واحد راح يم النهر يريد ياخذ غرفة من هذا النهر، إجا ومنع من الماء قال له لا تشرب. هو ما يريد يروح إلى المجلس، ما يريد يروح إلى الحسينية، ابنه يروح، زوجته تروح، عائلته يروحون، صديقه يروح، أخوه يريد يروح، يقول له لا ما تروح. هذا مناع للخير. القسم الثالث، القرآن الكريم يقول لا، هذول يحبون الخير لكن هذول أضعف الإيمان، إذا تقول له اعمل بالخير يعمل، تقول له صلي يصلي، تقول له زكي يزكي، تقول له تعال للزيارة يجي، تقول له تعال للحسين يجي، إذا ما تقول له وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند من؟ عند الله. إذا واحد يروح يقول له تعال ترى الليلة ليلة مثلا شهادة الإمام السجاد،
الليلة ليلة مثلا عزاء أهل البيت عليهم السلام، الليلة فيه مثلا أكو خصوصية يقول إيه حتما، تعال صلاة الجماعة يقول لك إيه، تعال إلى الزيارة يقول لك إيه، لكن يوم اللي أنت تعوفه ماكو فرد واحد يرشده تجده جلس. هذا القسم الثالث. القسم الرابع لا جميل، القسم الرابع القرآن الكريم يقول هذول لا يتسابقون من أجل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، فاستبقوا الخيرات أينما تكون. تشوف يتسابق، ترى أكو فرق بين المسارعة، الليلة القادمة أنا أشير إلها مفصل، بين المسارعة والمسابقة، اثنينهن يطرحهم القرآن الكريم، تارة يقول وسارعوا، تارة يقول والسابقون. الفرق تدرون شنو؟ المسارعة ما إلك منافس، لا أنت سارع، المسابقة إلك منافس، يعني أكو تسابق. القرآن الكريم يقول هذول المجموعة إذا وجدوا عملا فيه خيرا، شافوا فرد واحد من جيرانهم من فرعهم فريجهم محتاج فقير، يتسابقون من أجل قضاء حاجته. يجي القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء يقول فاستبقوا الخيرات، أمر من الله يقول تسابق بسرعة عجل. هذا القسم الرابع. وأما القسم الخامس، القسم الخامس هذا بعد مو فقط أنه يحب الخير ولا فقط يتسابق من أجل الخير، لا، إذا أراد أن يذهب وهو عطشان حتى يرتوي من الماء، يشوف حوالينا كم واحد عطاشة يأخذهم يوديهم حتى يشربون الماء. يجي القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون. إذا واحد يروح إلى مجلس الإمام الحسين ليش واحد يروح؟ خلي يأخذ عائلته وياه، يأخذ ابنه وياه، يكلم واحد من المؤمنين يقول له ترى الليلة أكو مجلس كذائي أنا دا أروح تعال احضر، يصير إنسان رسالي حتى يجذب الناس إلى هذا الخير. مو أنت تريد ترتوي، خلي الآخرين هم يرتوي. حبيب ابن مظاهر الأسدي، سلام الله على حبيب ابن مظاهر، يوم اللي قاعد يجي من الكوفة حبيب مطارد، كان حبيب عليه حكم إلقاء القبض، يوم اللي قاعد يجي قاعد يطلع من الكوفة شاف فرد واحد واقف عند محل البقالين، حبيب متنكر متلثم، شاف واحد واقف عند محل البقالين، من هو؟ مسلم بن عوسجة، سلام الله على مسلم بن عوسجة. مسلم واقف كأنه يريد يشتري شيء من البقال. هذا حبيب أول ما وصل بيده كتاب الإمام الحسين سلام الله عليه وقاعد يطلع، قبل ما يطلع من البيت قال للغلام، قال له أخذ هالفرس وديها خارج المدينة ضواحي الكوفة، أنا في الساعة الكذائية راح أجي، أنت انتظرني هناك. هو وقاعد يطلع شاف مسلم بن عوسجة، سلم عليه، أجاب مسلم سلام حبيب، قال يا مسلم ما لي وقوفك هذا عند محل البقالين، شو وقفك هنا؟ قال حبيب أنت حبيب؟ قال بلى، قال زوجتي في البارحة رأت في عالم الرؤيا كأن مولاتي فاطمة تقول لها قولي لزوجك أن يخضب لحيته، وأنا عندي تسليم لأمر أهل البيت، ما دام الزهراء تأمرني الخضاب سنة، أنا جاي أشتري الحناء حتى أخضب لحيتي. كل مسلم أنت فكرت الزهراء تقول أنه أنت تعال اشتري الحناء وخضب لحيتك؟ قال له إذن شنو؟ قال له هذا ابن فاطمة واقف بلا ناصر في كربلاء. قال عجبا، الحسين وصل إلى كربلاء؟ مسلم ما كان يدري، ابن عوسجة ما كان يدري. قال له الحسين وصل الكربلاء وأنا ما أدري؟ يقولون مسلم ابن عوسجة هناك، شوفوا حبيب دعاه إلى الخير، وأي خير الحسين
من أراد الله به الخير، الخير يعني كل الخير، قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. أنت تحب الحسين، تحب زيارة الحسين، ترى الله يريد إلى كل الخير. ما قال من أراد به، نعم أراد الله به خيرا، قال من أراد الله به الخير، ألف لام يعني كل الخير. الحسين عند كل الخير. وراح مسلم بن عوسجة، وصل قبل وصول حبيب إلى كربلاء، ويوم عاشوراء أنتوا شوفوا من الأوائل اللي قتلوا دون الإمام الحسين هو مسلم بن عوسجة. هذا حبيب، حبيب راد هذا الخير، قال أنه ليش فقط أنا، خلي هذا هم ينصر الحسين. والأعجب حبيب يوم اللي ترك مسلم بن عوسجة إجا شاف هذا الغلام، هذا عبد واقف عند الفرس، وهذا الغلام كأن حبيب متأخر عليه، قاعد يخاطب الفرس يقول له أيها الجواد لقد تأخر سيدي، أيها الجواد لقد تأخر مولاي، أيها الجواد لئن تأخر بعد ساعة لأمتطينك وأذهب لنصرة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. إذولا ترى أنصار الحسين. قال له إذا تأخر حبيب أنا أركبه أخليك، نعم أخذك إلى كربلاء حتى أنصر الإمام الحسين. إجا مسلم، نعم حبيب سمع كلام هذا الغلام، قال ليش قاعد تقول؟ قال له خلاص أنت حر لوجه الله. قال له لا يا مولاي، أنا هالحرية ما أريدها بالله عليك إلا ما أخذتني إلى مولاي أبي عبد الله الحسين. وهذا الغلام إجا إلى كربلاء، جاب حبيب واستشهد دون الحسين صلوات الله وسلامه عليك. غريب كربلاء أبا عبد الله، فدتك نفسي يا حسين بأبي أنت وأمي، يا أبا عبد الله الحسين شنو جرى عليكم سادتي سيدي يا علي بن الحسين؟ اليوم يوم شهادتك، عشية شهادتك يا مولاي، أنت اللي يوم بحياتك ما شفت إلا فيه آلام، يوم اللي كان صغيرا رأى، ترى الإمام السجاد كان في أيام جده أمير المؤمنين وهو صغير في العمر، رأى شهادة جده أمير المؤمنين، رأى مصيبة عمي الحسين، رأى مصيبة أبيه الحسين، لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الله أكبر، رأى الآلام والمصائب. سيدي يا علي بن الحسين قل لنا عما جرى عليكم أنتم آل محمد بعد أبيك نعم الإمام الحسين عليه السلام. كأن من أصعب المصائب اللي مرت على أهل البيت بعد شهادة الحسين نداء المنادي يحرق بيوت الظالمين. الله أكبر. حميد بن مسلم يقول شفت فرد علوية لها هيبة واقفة بباب الخيمة والنار قد أخذت بأطرافها، يقول ذهبت إليها قلت لها أمة الله لم لا تفري كما فرت النساء، روحي لا تحترقيني يا علوية. يقول وإذا بها بدمع سخين وضعت يديها على رأسها قالت يا غاذا كيف أذهب وإن لنا عليلا في الخيمة، شلون أروح وعلي بن الحسين في الخيمة؟ يقول إلى أن ساعدتها خرجنا علي بن الحسين من داخل تلك الخيمة والمنادي ينادي يحرق بيوت الظالمين. قالت يا ابن أخي ماذا نصنع، القوم هجموا على خيامنا. يا ترى هذه مصيبة، احنا ما نقدر نذكر كل التفاصيل يا مؤمنين أيها الغيارة، ترى دخلوا خيام حرائر رسول الله وقاموا يسلبون ما في الخيام. قالت يا ابن أخي ماذا نصنع، قال عم زينب، عم زينب عليكن بالفرايغ يا غايار، ففررن بنات رسول الله. هذا قول إمام زمانك في الناحية، لا طماج الخدود ناشرات الشعود
اللهن يصحن ومحمدا وليفدر خوات حسين من خمل. يا ويلي عليك ام المصائب زينب، يقول خرجت زينب حتى تنادي وتخاطب الحسين: اخي ابا عبد الله، ان كنت حيا فاجبنا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله، فهذه الخيول قد هجمت على خيامنا. ولزينب احجارت يا شبا وبالخيام نار، طلعت ويا الحريم صغار وكبار، صاحت بعالي الصوت طايح وين يا حسين. ابو علي خدرنتك وانت غياث المستغيث، قل لها زينب لا تكثر عتبيك وانا جذا بلا راية، راسي قبالك عالرمح وحسينا، راسي قبالك عالرمح والجسيم يندايا. روحي زينب إلى العباس إلى كفيلك قمر العشيرة، وجهت وجهها نحو المسنات، صدت للمسنات والعبر جريا، أي صدت للمسنات والعبر جريا جريا، صاحت يا راعي المشرع، ويلي صاحت يا راعي المشرع زينب سبيا، ما سمعت نداء من الحزن ولا جوابا من أبي الفاضل، واثنين وثمانين يتيم ويتيمة تحت كفالة زينب عليه السلام، قد ذغبوا إلى الصحراء بعدما غجموا الخيام، بقيت محتارة زينب شبكة العشرة على رأسها، ويلي ويلي أنا بقيت محيرة، ويلي وصفج بلد يا لا عباس يبرالي ولا حسين حسين يضربون ونشقف بليدي، وتبقى عبرت بصدره تناغبوا ما فيه حتى برقعي أخي حسين. اليوم اليوم ساقوني بضرب يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا يا حسين، أما ترى يا أما ترى شمر الخنا بالسوط. يا الله يا رب الحسين
حق الحسين، اشف صدر يا صاحب الأمر يا رب الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا محمد يا علي وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب زمان الغاوث 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 أدركني ساعة الساعة الساعة العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، عجل فرج إمام زماننا اللهم ارضي عنا قلب إمام زماننا، اللهم ارضي عنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اجعل الإخلاص في أعمالنا، اللهم اجعل الصحة في أبداننا، اللهم اجعل اليقين والإيمان والرضا في قلوبنا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم احفظ زواره وخدامه وبيوته يا رب الحسين، اللهم ارحم موتانا، اشفي وعافي مرضانا سيما المنظورين بإمام زماننا يا الله، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك، ونبعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مضى من أهل هذا الجمع نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. يا تريب الخد في رمض الطفوف ليتني دونك أنا يا تريب